المغامرات. حاجة حلوة جدا ان انا اعمل مثلا فيلم بره حاجة زي كده، بس مش هيدي الدنيا يعني، مش هو ده الموضوع يعني. لو ده ما حصلش مش انا اصيد ولا رجل، ولازم اخد الموضوع بالسبب يعني. مش المفروض الموضوع يقلب هاجس. انا ما قلتش، بس انا الحمد لله يعني، وحاجة رفعت روحي المعنوية جدا ان انا جايز جات لي الفرصة قبل كده، او جاي عرض قبل كده، وكان عرض جايز محترم جدا بالنسبة لأي حد يعني، لو سمه جايز وكان مكاني. وانا يعني مش عايز اقول لك ان يعني عشان انا بني ادم في الاخر، كنت من اسعد الناس في اللحظه دي يعني، لما سمعت ان انا تم ترشيحي لحاجه زي كده، بسطت جدا جدا جدا. وبعدين خلاص الخطوه اللي بعد كده ايه؟ الخطوه اللي بعد كده طيب لو في نصيب ان شاء الله هيبقى بنفس الطريقه وبنفس الظروف. مش هقدر ابقى بعمل فيلم بحترم بيه الناس او مسلسل بحترم بيه الناس هنا اهو، وبراعي كويس قوي ان مفيش حاجه تخدش حياة الناس او مفيش مشهد اباحي مثلا، واروح بره اعمل العكس عشان هي هوليود. فطبعا الموضوع غريب برضو ان انا يبقى ليا شروط مثلا في هوليود، بس هو يعني ما سميتهاش شروط قد ما سميتها ان غصب عني يعني. انا في الاخر ده شغل هيجي منه رزق وده شغل هيجي منه رزق، فتعاملت مع ده زي ده. فاللي حصل تاني خطوة ان انا اتكلمت بنفس الطريقة يعني، قلت ان انا يعني لو هعمل ده هيبقى برضو للأسف مش هقدر اعمل فيه واحد اتنين تلاتة، ومش هينفع يكون فيه الشكل ده وبتاع. والغريبة ان ساعتها الناس تعاملوا مع ده بمنتهى الاحترام، ساعتها ده ما بيحصلش هنا على فكرة، تعاملوا مع ده بمنتهى الاحترام. جايز ما قدروش يحققوا يعني، جايز الميل اللي افترضت بيه كان منتهى الكلام منطقة بطريقة يعني تبهرك قد ايه الناس محترمة وقد ايه الناس بيحترموا طريقة شغلك. جايز ما يعرفش يحققه لك، ده اللي حصل، قال لك ما اقدرش اضمن لك ده خالص، وده حقه ساعتها، بس كان بيتكلم بمنتهى الاحترام على انك ليك مبدا بتشتغل بيه. قدرت اقوى موقع فني في مصر.